إبراهيم هو أبو الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، ويقال له أبو الأنبياء لأن الأنبياء الذين جاءوا بعده من نسله، سواء من جهة إسحاق أو من جهة إسماعيل، ومن جهة إسحاق يعقوب ويوسف وموسى وعيسى وداود وسليمان وأيوب وزكريا ويحيى وهارون، كل هؤلاء من جهة إسحاق. من جهة إسماعيل نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، ولذا يقال لإبراهيم إنه أبو الأنبياء. والله تبارك وتعالى هنا يثني على إبراهيم لتزداد محبته في قلوبنا ولنقتدي به صلوات ربي وسلامه عليهم.